جاء عن سعد بن عبادة رضي الله عنه وأرضاه أنه جاء إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت، أفأتصدق عنها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فسأله سعد رضي الله عنه وأرضاه: ما هي أفضل الصدقة؟ قال: صدقة الماء. وثبت الخبر أن امرأة بغية من بغايا بني إسرائيل سقت كلبا كان يلهث الثرى من شدة الظما، سقته فغفر الله لها وأدخلها الجنة. من أعظم القرى بهذه الأيام مع اشتداد الحر أن يضع الإنسان أمام منزله أو عنده في عمله ماء قليل تشرب منه الطيور، كما ترون الآن هذا طائر سقط، والله العظيم رأيته ساقط على الأرض من شدة الظما، مات لم يجد ماء يشربه. يا أخي الكريم، تقرب إلى الله جل وعلا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يرحم لا يرحم، ويقول: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وربما هذه القطرات من الماء تكون سببا لسقيا رسول الله صلى الله عليه وسلم لك من الحوض. أرجو من الأحبة نشر هذا المقطع والتقرب إلى الله جل وعلا بنشره، فربما يعني عمل يسير الإنسان لا ينظر إليه نظرة إجلال وإكبار يكون من أعظم أسباب الدخول إلى الجنان. نسأل الله جل وعلا من نشر هذا المقطع أو ساهم في نشره أو عمل هذا المشروع أن يرفع قدره وأن يعلي منزلته وأن يجعلنا وإياكم من أهل الله وخاصته، وصلى الله على نبينا.